مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم أولادي وبناتي، أخوتي وخواتاتي. نطلب من الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة، وتكون أموركم وأحوالكم على أحسن ما يرام إن شاء الله. اليوم غادي نتكلموا على القاتل الصامت، وهو ارتفاع الضغط الدم أو ارتفاع الضغط الدموي. علاش سموه بالقاتل الصامت؟ لأن الأعراض ديالو كتكون طبيعية عادية، ما كتكونش شي حاجة اللي كتثير الانتباه ديال الشخص، وهذوك الاعراض ما كي يعني كيكونوا عاديين، وهاد القاتل الصامت كيسبب جلطات ديال القلب وجلطات ديال المخ، وبعض الاحيان كيسبب حتى الفشل الكلوي. علاش؟ لان الانسان واخو كيكونوا عنده الاعراض ديال ارتفاع الضغط ما كيلقي لهمش البال، يعني هكذا كيحسبهم حاجه عاديه، حتى كيتسبوا له في هاد الجلطات ديال القلب والمخ والفشل الكلوي وامراض واحده اخرى مزمنه كثيره. المهم الاعراض ديال هاد ارتفاع الضغط، كاين اولا كاين الصداع بشكل مستمر، صداع الراس بشكل مستمر، وخو الشخص كي ياخذ مهدئات للصداع هذاك الصداع ما كيمشيش. كاين طنين الاذن، يعني كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا الودنين كيبقاو يصفروا. كاين الدوخه، كاين بين الاعراض كاين الدوخه، الانسان مره كيحس بالدوخه. وعاودة كاين من بين الأعراض كاين الرقبة، تشنج الرقبة، حتى تشنج الرقبة الإنسان بعض المرات ما كيلقي لهاش شي أهمية كثيرة، ما كيعطيهاش شي أهمية كثيرة. علاش؟ كيقول على أنها راه جاية من العصبية، ولا الواحد الإنسان تعصب وتشنجت الرقبة ديالو، ولكن بالعكس راها من بين كما قلت لكم الأعراض ديال ارتفاع الضغط، تشنج الرقبة، صداع بالرأس بشكل مستمر، وطنين الأذن، والدوخة. ولهذا الإنسان خصو يلقي لهاد الربعة هادو، يلقي لهم واحد يعني اللي يرد لهم البال إلا بغينا نقولو، باش مرة إلا حس بهاد الأشياء وكانوا عنده مستمرين كل مرة خصو يمشي يقيس الضغط ديالو ويشوف واش راه طالع ولا نازل. وباش نكونوا دايرين، الضغط العادي هي 120/80، 120/80 هذا هو الضغط العادي اللي كيقولوا الاطباء كيقولوا يعني عادي، والله اعلم. مهم انا راني نقول لكم داك الشيء اللي كان بحثت عند يعني هكذا بحثت في مواقع طبيه وجبت لكم هذا الشيء. اسباب ديال الضغط، اولا وقبل كل شيء الغضب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لذاك الصحابي ملي قال له وصيني، قال له لا تغضب، يعني الغضب والتوتر والعصبيه هذه خصنا نحيدهم. مع العلم انني اول وحده كنتعصب، راكو عارفين لا اله الا الله اللي عندها الاولاد وعندها ضروري ما غادي تتعصب، الله يسمح لنا من الوالدين. ثانيا كاين الوراثه، الوراثه حتى هي عامل من بين العوامل ديال ارتفاع الضغط. وكاين الناس اللي البشره ديالهم سمراء كيكونوا اكثر عرضه من الناس اللي البشره ديالهم بيضاء، سبحان الله. انا كما قلت لكم هذا الشيء راني جبته يعني بحثت وجبته. كاين السمنه، الاسباب يعني لارتفاع الضغط، كاين السمنه، واي خلل في الكلي كيتسبب في ارتفاع الضغط الدم. يعني ضروري كيكون ارتفاع الضغط الدم كيكون الا بغينا نقولوا مع الخلل، يعني دائما كيكون مع الا كانت الكيلي عندها شي خلل ضروري ما غادي نلقاو على ان داك الشخص عنده ارتفاع الضغط، والله اعلم. وتضخم البروستاتا حتى هي من بين العوامل ديال ارتفاع الضغط. وعاودة كاين الغدد، الا كان شي خلل في الغدد كيسبب ضغط ارتفاع ضغط الدم. المشروبات، يعني الى الافراط، الانسان اللي كيدير اللي كيكون عنده الافراط في تناول الشاي والقهوه والمياه الغازيه حتى هو كيكون عرضه لارتفاع الضغط. والانسان عاوتاني اللي كيتناول الماكله الاكل المالح ولا الاكل يعني دوك المملحات، كاين ماشي بحال مثلا الخيار المخلل ودوك المهم الحوايج اللي كيكونوا مخلين بالملح،
هادوك الانسان اللي عنده الضغط ولا يكون عنده قابليه للضغط ما خصوش ياكل دوك الحويجات المملحه بكثره. يعني الواحد خصو ما امكنه يدير يعني يجتنب هاد الاشياء، هاد الاسباب ديال اللي كتؤدي لارتفاع الضغط. غادي نهضروا على العلاجات، والعلاجات كما قلت غادي نهضروا على العلاجات الطبيعيه ولا التقليديه. اولا من بين العلاجات هي العلاج بالحجامه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الشفاء في ثلاث، في حديث صحيح قال الشفاء في ثلاث: شربه عسل، شرطه محجم، كيه نار، وانهي امتي عن الكي. يعني هنايا شرطه محجم، شرطه محجم هي الحجامه. وفي حديث آخر ولا رواية أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما مررت بملك من الملائكة يوم عرج بي للسماء إلا وأوصاني بالحجامة. يعني النهار اللي كان أعرج به للسماء كانوا الملائكة قال لك أي ملك فات عليه إلا وكان يوصيه بالحجامة على أنه يتحجم. والحجامة كتكون إلا كانت علاجية كتكون في أي وقت، اما اذا كانت وقائيه كتكون الاحسن كتكون في فصل الربيع، وكتكون في 17 و19 يوم 17 والتاسع عشر ويوم 21 من الشهر القمري، يعني الشهر الهجريه. يعني من الاحسن تكون يوم 17 والتاسع عشر والواحد والعشرين وتكون في فصل الربيع، هذه الا كانت وقائيه. اما الا كانت علاجيه يعني الانسان ماشي راه مريض براسو غادي يستنى حتى للربيع عاد باش يدير الحجامه، ولا يستنى حتى ل 17 19 21، هي كاع الشهر وماشي مشكل، الواحد يقدر يصبر. اما بحال درك راه حنا في فصل الشتاء حتى الفصل الربيع شويه صعيبه. ثانيا كاين ورق الزيتون، نجيبو الورق ديال الزيتون نحيدوه ونغسلوه ونديروه في واحد القنينه ونطيبو الماء، نغليو الماء ماء مغلي ونكبوه فوق داك ورق الزيتون ونخليوه واحد الساعه ولا ونبداو نشربو. هذا رائع، هذا انا هذا كنديرو، هذا ورق الزيتون كنديرو. ولا تجيبو نصف يعني 250 غرام 250 غرام ثوم مقشر في لتر زيت الزيتون، ونحطوه في مكان مظلم لمدة 15 يوما، ونأخذ ملعقة صغيرة كل صباح ولا ملعقتين المهم على حسب الشخص، تنفع للضغط المرتفع وتنفع للقبض يعني الكونستيباسيون، هذه مزيانة. البرتقال أو الحامض حتى هو مزيان بالنسبة لارتفاع الضغط. التمر، التمر رائع بالنسبة لارتفاع الضغط لاحتوائه على البوتاسيوم، ويخفف من التوتر والقلق. التوتر والقلق هو اللي كيؤدي للاخر لارتفاع الضغط. المشي، المشي خص اضعف اضعف الايمان واحد نص ساعه، هذا ضروري ما نتمشاو. واخو الاخوات اللي تقول لك انا ما غاديش نقدر نتمشى على برا، غير في دارك طلعي وهودي مع الدروج في دارك دوري في دويرتك، راه حتى هذاك راه تسمى ماشي. مهم على حسب الاطباء، انا راني غير نقول، ولكن الاحسن انك تخرجي برا وتمشي واحد نصف ساعه وترجعي ان شاء الله. وحبه الحلاوه، حبه الحلاوه ديريها، تجيبي واحد معلقه صغيره ديال حبه الحلاوه وديريها في كاس وديري عليه الماء طايب وتخليه واحد نص ساعه ولا 20 دقيقه ولا، وتشربيه حتى هو رائع لهذا لارتفاع الضغط. يعني هاد الحويجات، ولكن نوصيكم على بالحجامه، الحجامه رائعه. انا الحمد لله الحمد لله كندير الحجامه مره في السنه، وسبحان الله ملي كيقرب باش تكمل السنه بشهر ولا بشهرين كيبدا الضغط يرتفع لي. ملي كيبدي الضغط يرتفع لي ضروري ما كنعرف على ان راه العام غادي يكمل على الحجامه، خصني نمشي ندير الحجامه. ولهذا ننصحكم بالحجامه، والواحد حتى الا ما دارهاش على حساب المرض ولا شي حاجه ينوي انه يحيي سنه من سنن الرسول عليه الصلاه والسلام ويمشي يدير الحجامه. والحجامه راه رائعه بالنسبه حتى للشقيقه، وان شاء الله من بعد غادي نديرو فيديو عاود كنتكلموا على الشقيقه وعلى الحجامه ان شاء الله. المهم في الاخير نقول لكم يعني الحوايج اللي ما خصناش نديروهم باش يعني نتفاداو ارتفاع ضغط الدم. كاين الملحه، نقصوا من الملحه
وما خصناش نغضبوا كما قلت لكم مره الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لا تغضب لا تغضب، ما خصناش نتوتروا، ما خصش العصبيه، نقلوا من الشحوم واللحوم هادو نقلوا بهم، والمياه الغازيه يعني حتى في الحقيقه راه كاين حتى المياه المعدنيه راه كاين فيها اللي فيها الملحه، فيها واحد النسبه ديال الملحه، والمياه الغازيه. وبالنسبه للناس اللي كتعاطى الكحول ولا التدخين وعندهم ارتفاع ضغط الدم زعما يعني انذار على انك تحط يا صحتك يا التدخين والكحول، يعني ضروري ما تتخلى على التدخين والكحول باش الا بغيت تعيش عيشه يعني صحيه ان شاء الله. والواحد عاود كان خصو ينعس نعاسو كافي، ينعس بكري ويفيق بكري يعني نعاس كافي، وان شاء الله. وفي نفس الوقت مره في اضعف الايمان الانسان اللي صحيح وما عندوش ضغط الدم اضعف الايمان مره في السنه يقيس الضغط ديالو، ولا مره في 6 اشهر يقيس الضغط ديالو ويشوف. انا الحمد لله كما قلت لكم كندير الحجامه، وفي نفس الوقت عندي كي يقولوا لها الفانيد يعني كنينه ديالي كنشرب يعني بحال ما كنشربش يعني بعض المرات ما كنشربها مخففه يعني ما كنشربش واحد الكميه كبيره ولا واحد لا دوز كبيره كما كنقولوا، كنشرب واحد الاخرى خفيفه وصافي مع الحجامه. وبعض المرات كندير اوراق الزيتون والحمد لله الحمد لله على كل شيء. اللهم اشفنا واشفي مرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. الله يشافي كل مريض ان شاء الله، والله يشافي مرضى المسلمين. كانت النهايه ديال الفيديو، بغيت نشكر كامل الاخوه والاخوات اللي دخلوا معايا جداد وداروا لي الاشتراك وتقوا فيا وفي القناه ديالي، نقول لهم جزاكم الله خيرا. وما تنساوش البارطاج، بارطاجيو في المواقع الاجتماعيه، والله يجازيكم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.